السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لسب حلوة قوي في الاوتوكاد عجبني، قلت اشاركه معاكم. دي مثلا المنطقة هنا، فهو بيقول له ابلود وبيحمل اللسب AI generator، بيقول له لود، وبعد كده بيحدد هو محتاج في ايه، مثلا كم غرفة بيدروم، كم غرفة معيشة ليفنج روم، في كم مثلا ستير، كم كيتشن. عايز لايبرر ولا لا؟ فبتبدأ تحدد كل حاجة، وبعد كده تقفل الملف، وبعد كده تحدد المكان اللي انت عايزه، هو يبدأ ان هو يعمل لك التوزيع بالشكل دوت. طبعا ده لسبة خطير، هو للأسف حتى الآن يعني بيحسن فيه، فمش متاح ان احنا نعمله داونلود، لكن دي فكرة كويسة جدا، ياريت نشتغل عليها، وياريت نعمل حسابات حلوة جدا توفر علينا الوقت زي دوت. AI generator.